في نادي الزمالك تنافس على اشده وصل الى درجة صراع بين محمد صبحي ومحمد عواد هم عارفين ان اللي هيشارك خلال الفترة القادمة هيكون موجود في منتخبنا الوطني صبحي شارك في المباراتين السابقتين فضلهم مباراتين في الدوري مباراة امام امبي ومباراة امام شباب بلوزداد في البطولة الافريقية صراع عنيف صراع شديد جدا اعتقد اللي كسبان منه هيكون نادي الزمالك من سيشارك في مباراة او مباراتي امبي وشباب بلوزداد هيكون له نصيب في الوجود او التواجد داخل المنتخب الوطني يظل الصراع وده افضل صراع ممكن يعيشه اي فريق اي مدرب